النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أتحسس مواضع فرح وزعل زوجتي، ألعب على النفسية. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لما لو داخل زعلان وزوجتي ما بتكلمنيش أو هجراني أو سايباني وفي حب، هيموت ولا مش هيموت؟ طبعا هيموت ويتلاشى. وانا شويه ممكن اقول ما مش لازم يتحول لكره، بس يكفي ان هو مات. وبرده ما فيش اثنين ما بيزعلوش ولا ما بيتخانقوش. الزعل اللي هو العادي بس اللي هو اكتر من 3 ايام، اسبوع واثنين وشهر واثنين، ده كتير. ده في ناس بتقعد للسنة. مش من الاسلام. لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3. ده ثلاث، ده 3 ايام. ده مين؟ لا ده النبي بيتكلم عن المسلم والمسلم العادي، ما بالك بقى بسكنه. خدوا بالكم قوي من دي، اللي هي سكنه وهو سكنها. طب هم لما يزعلوا يعملوا ايه؟ ما يتخصموش. الله يفتح عليك. شوف النبي بيقول كلمه حلوه قوي. بقول للسيد عائشه ايه، عايزين نتعلم احنا أي. يعني أيوة. انا دايما اقول، بقول المعلومه دي دايما بعلنها واقول يا جماعه الدين مش بتاع المشايخ. احنا بنخاف نروح يمه الدين ونقول مش عارف. لا، هو الدين مش بتاع المشايخ اصلا. ده الدين ده ربنا قال عنه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام. كل الكفات بتاعه الخطاب دي للناس كلها، مش للمشايخ ولا اصحاب الدين. فبقول له انا رضيت لكم الاسلام ده تعيشوا بيه. فنرجع لديننا ولرسول ديننا صلى الله عليه وسلم. شوف كان بيعمل ايه. بيقول للسيده عائشه، بيعمل ايه بقى في حالة الخصام؟ بيقول للسيده عائشه صلى الله عليه وسلم، بيقول لها: اني لاعلم متى تكونين عني راضيه ومتى تكوني غضب. قال لها: على فكره انا عارف انت بتبقى زعلانه مني وامتى تبقى مبسوطه وراضيه عليا. فالسيده عائشه بتقول له: انت طب بتعرف ازاي؟ قال: اما انك ان كنت راضيه تقولين ورب محمد. لما تيجي تحلف وتتكلم على حاجه تقول له ايه؟ ورب محمد. اما اذا كنت عني غضبه فتقولين ورب ابراهيم. ورب ابراهيم، مع ان مين اولى بابراهيم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اولى بالمؤمنين. شوف المعنى بتقول ايه؟ ها برضه هي الرد الجميل بقى اهو اللي انا بتكلم انه ما ينفعش هاجر. هنا في حته إيه؟ هو تعب نفسه ان هو يفهمها. لا ده هو بيتلمس. الله يفتح عليك. والله ممتازه يا استاذ امان الحته دي. عمل مجهود عشان يشوف مراحل الغضب بتاعتها او الزعل ومراحل الفرح، عشان يعرف ايه زعلها ما يعملوش وايه فرحها يعمل. والله ده المفروض ده الرجاله المفروض تعمله. شوف بقى كمان الحسن الرد والادب من السيده عائشه. تقول له ايه؟ ولكني يا رسول الله لا اهجر الا اسمك. الله، شوف المعنى. بتقول له يعني انا ما طلعتكش من اهتماماتي، ما نمتش في اوضه ثانيه وقفلت على نفسي وسبتك، ما نمتش في اوضه الاطفال، ما عادش عند امي شهر واثنين وسنه واثنين. لا لا ده بتقول له لا، يعني انت جوايا. الهجر للاسم بس، ولكني لا اهجره الا ايه؟ الا اسمك. طب اثنين زي دول تبقى عيشتهم ايه؟ يبقى النبي اللي بيبني امه بيجي بيقول للصحابه اسبقوا شويه كده، ابعدوا بقى شويه كده، انا هخلل وزوجتي نهزر مع بعض. فيجري النبي صلى الله عليه وسلم معها يسبقها ويسبقها، يتسابقوا. ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام ده ينقل لنا عشان نتعلم. صح صحيح. كمان هي تقول لنا ايه؟ ها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلعها، الدلع اللي احنا بنتكلم يا جماعه مش عيب والله. ده الاتيكيت وده العلوم اللي احنا عاملين نحط لها مصطلحات جديده، ده من السنه. كان هي اسمها عائشه يقول لها يا عائش. يذكر، ما هو من الـ من الـ من الدلع ان احنا نذكر المؤنث ونؤنث المذكر. ها احمد يقول له يا حموده، وعائشه يقول لها يا عائش. ها فشوف المعنى، يقول لها يا عائش وتقول إن تقول رضي الله عنها. تقول ايه؟ ده بقى النقطة اللي الأستاذة مكة بتتكلم فيها، إن النبي كان بيتلمس مراحل الزعل أو مراحل التغير النفسي عند المرأة. في مرحلة كلنا عارفينها اللي هي فترة البريود أو العادة، في التغيرات الهرمونية بيحصل تغير للمرأة، مزاجها بيبقى وحش غصب عنها، فترة فطرها ربنا عليها فشيء طبيعي. صحيح صحيح، بيتغير مزاجها. ممكن تبقى ده بقى مش شرط في الوقت ده بالظبط، ممكن تكون راجعة من الشغل، ممكن تكون عندها يعني ضغط نفسي، ممكن جت القناه شويه زعلت مع المنتج، لا مع المخرج، الضيف غلس عليها، بتروح. شوف هو يعمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه بقى في الوقت التوقيت بيعلمنا. تقول: كنت اشرب وانا حائط. كنت ايه؟ ها؟ اشرب وانا حائط، فاناول النبي صلى الله عليه وسلم فيتلمس موضع فمي. ايوه يشرب. ولا انت شربت منين؟ من هنا. طيب يا حبيبتي. ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ ها؟ فيشرب. بتقول كده: فيشرب من موضع فيا، يعني من مكان فمي. وكنت اتعرق العرق. شرائح الحديث يقولوا يعني بتمسك زي الورك كده عندنا. أيوة. او العظمه اللي عليها لحم. أيوة. تاكل منه. تقول: فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيتلمس موضع فمي فياكل منه.
تكلت منين وياكل منها. لا النهارده بقى لو واحد قاعد مزاجته وزعلان منها وحطت بس في الطبق هاتي طبق تاني. اه بالظبط. طيب طب اشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه. عايزين هو ده اللي احنا بنسميه الدلع والاهتمام، ومش عيب وما يقلش من رجولتك. تلمس. أيوة. ده انت بالعكس، ده انت بتقتدي بالرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. يعلمنا نموذج ويعلم. ده برضه تعرف يعني حضرتك يا مولانا، لو الرجاله بتعمل الكلام ده والله ينصلح لهم، وما كانت البيوت خربت. والله لا، الست رد فعل للراجل، قالت له ولا اهجره الا ايه. طب انا هسالك، مين فيهم رد فعل للتاني؟ الاثنين يعني. اذا الراجل بالاخلاق الحلوه الجميله دي، اكيد الست تستحي من نفسها. والله هي الست لو بالاخلاق الحلوه دي مش هيسيب لها البيت. صحيح. ولا هيطلع يقعد في القهوه ولا هيقعد في القهوه مع اصحابه. طيب عندي لو رجع صلى على رسول الله، لو انا رجعت البيت او حضرتك رجعت البيت او زوجك رجع البيت لقاكي يعني مهيئه ومستعده والبيت نظيف والاكل جاهز وكوبايه العصير وضحكتي بس، وبعد كده اكدبي حتى في الابتسامه. انا بقول اكدبي يا جماعه، تجملوا، ما بقولش تجملوا. ايوه تجملوا. صحيح. هيعمل ايه؟ لا في ناس تقول له تعالى اخرج، يقول لا والله ما بحبش الخروج من البيت. وفي واحد بس يبقى واقف على الرنه يقول تحت، انا تحت. ايوه ما هو مش مرتاح فوق. هي دي المساله، ان انا محتاج ان يبقى في السكن، في الموده. طيب. ده مش هيجي الا لما كل واحد فينا يقوم بالدور، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكل راع مسؤول عن رعيته. أيوة. فالرجل في اهل بيته راع. ده رد النبي على الاستاذه ايمان. ايوه رد النبي عليه الصلاه والسلام، عشان بتقول ايه؟ هي الزوجه، لا هو الاثنين. طيب. كل واحد عليه دور. قال الرجل في اهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمراه في بيت زوجها راعيه. أيوة. ومسؤوله عن رعيته. طيب. نعم.